استمرارا لجهود صندوق تحيا مصر في دعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية من خلال عدد كبير من المبادرات اللي بينفذها الصندوق. النهاردة صندوق تحيا مصر بينفذ عدد من الفعاليات وبيقدم خدمات كتير ومتنوعة لأكثر من 7000 أسرة من سكان مدينة الأسمرات. من ضمن المبادرات اللي تم تنفيذها النهاردة هو مبادرة دكان الفرحة لتوزيع الملابس. كنا من 3 شهور بالظبط أطلقنا أكبر حملة كساء لتوزيع ملايين الملابس على الأسر الأولى بالرعاية. بس كده من ضمن المبادرات اللي بينفذها صندوق تحيا مصر النهاردة في حي الأسمرات هي مبادرة بالهنا والشفا اللي بيتم من خلالها توزيع أكتر من 66 طن مواد غذائية جافة بالإضافة ل 6 طن لحوم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني. دايما صندوق تحيا مصر ما بينساش ذوي الهمم وبيبقوا في أولويات عمل الصندوق وبرنامج الحماية الاجتماعية اللي بيقدمه الصندوق. النهاردة الصندوق كان بيوزع أكتر من 20 كرسي متحرك ما بين كهربائي وما بين عادي لإخواتنا من ذوي الهمم. بنختتم فعاليات اليوم النهاردة بمبادرة دكان الفرحة لتيسير زواج الفتيات اليتيمات والفتيات الأكثر احتياجاً وتيسير زواجهم بتسليمهم مستلزمات الزواج اللي بيقدمها لهم الصندوق النهاردة في شكل هدية بشكل يليق بيهم. شرفنا في متابعة المبادرات السيد وزير التنمية المحلية، سيدة وزير التضامن الاجتماعي، سيدة وزيرة الثقافة، سيد لواء محافظ القاهرة، عددا من مؤسسات المجتمع المدني، عدد من رجال الأعمال المتبرعين للصندوق. ودي حاجة حلوة قوي إن هم بيجوا بيحضروا الفعاليات وبيشوفوا فعلا تبرعاتهم بتروح فين. عدد من الأسر المستحقة النهاردة كان معانا 100 عروسة بأسرهم بيحتفلوا معانا، كان بيحتفل بيهم وبيحاول يقدم لهم فرحة النجم إيهاب توفيق من خلال حفل غنائي تم إقامته النهاردة ضمن الفعاليات. قدمت فيها حتى رسالة وبعد كده عدت يومين بالظبط وكلمتوني واتصلوا معايا، جابولي طبعا الحاجات اللي ناقصاني، التلاجة والغسالة والبوتاجاز والمراوح، جابولي الغلاية الشفاط، جابولي بطاطين، جابولي كل حاجة كانت ناقصاني والحمد لله. وشكرا لصندوق تحيا مصر والسيسي. الموضوع سهل جدا وبسيط والناس هنا كويسه جدا، كل حاجه متوفره هنا والحياه كلها جديده زي ما هي، كرتونتها متبرشمه، ما فيش اي حاجه مفتوحه ولا اي حاجه من دي. جهازي كله تسليم عروسها بالاكمل. عندنا مجموعه من المعايير اللي بنبدا على اساسها نرتب وندي درجات للعرايس علشان نقدر نختار منهم اكتر فئات مستحقه يتم تسليمهم مستلزمات زواجها. حاطين مجموعه كبيره من المعايير، مستمرين في مبادراتنا في كل مكان علشان نوصل لكل الفئات الاولى بالرعايه في كل المحافظات.